الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من المواجهه. في المواجهه الاولى هيبقى عندنا حديث بالتفاصيل ومطول عن قمه الامم المتحده للتغيرات المناخيه المنعقده في مدينه جلاسجو في بريطانيا. هنتوقف امام ابرز ما تضمنته كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي تناول خلالها الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ، باعتبار مصر تمثل دول القاره الافريقيه وبصدد استضافه المؤتمر القادم للتغيرات المناخيه العام المقبل. ضيفي في المواجهه دي هيكون معانا دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة. أما المواجهة الثانية فهيتجدد فيها لقائنا مع الدكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وهنستعرض ونحلل معاه القضايا محل الاهتمام في الإعلام الدولي والإقليمي والمحلي. لكن الأول نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار والأحداث النهاردة، وهنبدأ من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المنعقدة في مدينة جلاسجو في بريطانيا. الرئيس السيسي أكد في كلمته أن مصر بادرت باتخاذ خطوات جادة لمواجهة التغيرات المناخية. تعالوا نشوف جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بادرت مصر باتخاذ خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام يأتي تغير المناخ والتكيف مع آثاره في القلب منه، ويهدف إلى الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً إلى 50% بحلول عام 2025 و 100% بحلول عام 2030. فعلى سبيل المثال، تمثل مصادر الطاقة المتجددة اليوم نحو 20% من مزيج الطاقة في مصر، ونعمل على وصولها إلى 42% حلول عام 2035 بالتزامن مع ترشيد دعم الطاقة. كما تعمل مصر على التحول إلى النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة. لذلك فضلاً عن إنشاء المدن الذكية والمستدامة، كما تنفذ مصر مشروعات لترشيد استخدامات المياه وتبطين الترع والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. ولتمويل تلك المشروعات أصدرت مصر مؤخراً الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. وحتى توضع هذه الجهود في إطارها المؤسسي، انتهت مصر من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050، والتي ستفتح الطريق أمام تحديث مصر لمساهماتها المحددة وطنياً، بحيث تكون السياسات والأهداف والإجراءات المتضمنة بهذه المساهمات مكملة لجهود الدولة التنموية ولمسعيها للتعافي من آثار جائحة كورونا وليست عبئا عليها. هنروح لملف الطاقة واللي بيحظى باهتمام كبير من كافة الدول، وخصوصا مع وضع الدول خطط للتحول نحو الهيدروجين الأخضر واللي بيعتبر وقود المستقبل. وبالطبع مصر من بين أوائل الدول اللي كانت حريصة على الدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر. النهاردة وبعد 5 سنوات تقريبا من إطلاق استراتيجية الطاقة بمصر 2035، بدأت مصر عقدها الجديد بالدخول في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالميا في الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة. خلونا نتابع مع حضراتكم هذا العرض اللي بيوضح التحول المصري للاعتماد على الهيدروجين الأخضر ومزاياه. معانا على التليفون استاذ احمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. مساء الخير يا فندم، وقلنا شايف ازاي توجه القوى الدوليه في العالم نحو استخدام الهيدروجين الاخضر كبديل للوقود؟ مساء النور، برحب بسيادتك وبالساده المشاهدين. في البدايه يعني عاوز افرق ما بين الهيدروجين الاخضر والهيدروجين بشكل عام. هو الهيدروجين هو مصدر طاقه بديل للوقود بشكل عام، يمكن توليده
من خلال وقود أحفوري أو طاقة متجددة. إذا تم توليده من الوقود الأحفوري فبيسمى بالهيدروجين، وفي الحالة دي لا يتم التعامل معاه على أنه هو نظيف. أما في حال أن تم توليده بالطاقة المتجددة زي الرياح أو الشمس، في الحالة دي بيطلق عليه اسم الهيدروجين الأخضر. الحقيقة أن القوى الدولية يعني قدرت أن هي تفهم أهمية الهيدروجين الأخضر منذ بداية الألفينات. فشفنا الولايات المتحدة مثلا في بداية في 2002 لما حطت البرنامج القومي بتاعها للتحول للهيدروجين الأخضر حتى عام 2040. والبرنامج ده شمل نصين، النص الأولاني هو إنشاء البنية التحتية الخاصة بتوليد الهيدروجين وحفظه ونقله، ثم بعد ذلك اللي هو ال 20 سنة الباقيين اللي هو اللي هيبتدوا من 2020 لحد 2040 هتتخصص الولايات المتحدة في إن هي تروج للجزء الخاص بخلق الطلب، وإن هي تقنع مراكز الأبحاث إن هي تستثمر بشكل أكبر في الهيدروجين علشان تحوله للقابلية للتداول اقتصاديا. احنا لحد النهاردة لما نيجي نتكلم عن الهيدروجين الأخضر الهيدروجين بشكل عام كتكلفة إنتاج، هنلاقي إن تكلفة إنتاجه من خلال الوقود الأحفوري أرخص بكثير من الطاقة المتجددة. لكن حقيقة أن الوقود الأحفوري هو أولا هو محدود بكميات محددة، ثانيا هو ليه تأثيرات بيئية كبيرة جدا، فده خلينا نقول أن المسار الصحيح لتوليد الهيدروجين بالتأكيد هيكون من خلال الطاقة المتجددة، وهو ده بالضبط اللي عملته المؤسسات الدولية سواء الدول يعني سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا. عندنا برضو أوروبا تبنت خطة للتحول للهيدروجين بداية من عام 2006، وكل لحد برضو هتستمر تلك الخطة لحد عام 2030، وكل تلك الخطط بتنظر للهيدروجين إن هو كمصدر بديل للطاقة، مش بس هيكون وقود، ده كمان بدأوا يتكلموا عن اقتصاد الهيدروجين، وهو إن كل ما يتم توليده في الدولة من طاقة سيتم من خلال الهيدروجين، وحفظ الطاقة سيتم في الهيدروجين، وجميع المصانع والمركبات وكل ذلك سيتم استخدام الهيدروجين الأخضر بيه. حاليا بيتم استخدام الهيدروجين الأحفوري كمرحلة مبدئية للتحول إلى الهيدروجين الأخضر إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك أستاذ أحمد بيومي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا يا فندم. نروح لتوجه الدولة لتوطين الصناعة. تبنت مصر خططا شاملة ونهجا استراتيجيا لخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات من خلال إنشاء مجمعات صناعية متنوعة ومتشابكة ومتكاملة باعتبارها أحد المرتكزات الرئيسية لدعم رؤية الدولة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف الصناعات. في هذا الإطار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير سلط الضوء فيه على المجمعات الصناعية ودورها الفاعل في تحقيق التكامل الصناعي. هنتابع مع حضراتكم هذا العرض عن المجمعات الصناعية ونرجع نكمل. معانا على التليفون الدكتور محمد الشواتفي عميد تجارة الزقازيق السابق والخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور، وشايف ازاي توجه الدولة نحو التوسع في انشاء المجمعات الصناعية وايه المكاسب من وراء ده؟ مساء الخير يا فندم، تحياتي لسيادتك والسادة المشاهدين. الأول لازم نعرف المجمع الصناعي ده اللي هو عبارة عن شبه مدينة صناعية بيتم فيها مجموعة من الصناعات المتكاملة والمتنوعة علشان نقدر نستخدم البيئة المحيطة أو مواد البيئة المحيطة. والحقيقه في الدوله بتعمل ده عشان بتهيئ بيئه جاذبه للاستثمار علشان تقدر تستفيد بالموارد اللي موجوده وتقدر تتعامل مع المنتج المحلي او توفر المنتج المحلي. من ناحيه تانية بتستطيع بهذا الموضوع انها تشجع استثمارات او بتجذب استثمارات محليه او اجنبيه وتعمق الصناعه. يبقى اذا في هذه الحاله ان هو بيتم في ضوء استراتيجيه كامله علشان نقدر نلبي احتياجات السوق من المنتجات المحليه
ونستخدم الموارد المحلية علشان نقدر نوفر فرص عمل والاستفادة بمزايا نسبية. بيعمل إيه المجمع الصناعي ده؟ أولاً بيشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بيعمل صناعات متكاملة، بيقدر يعمل بيئة استثمارية جاذبة تقوم في هذه الحالة نوفر فرص عمل علشان تكون الدولة قادرة على مصر امتصاص البطالة. الأمر الثاني إن هو في هذه الحالة بتبقى بؤر تنموية أو بؤر استثمارية لصناعات متنوعة متكاملة تقدر تخدم البيئة المحيطة فيها. الأمر هنا الدولة بتعمل إيه؟ بدعمت ده من خلال طبعا قوانين صدرت وتهيئة بيئة استثمارية، وكمان البنوك بتقوم بدور في تمويل المشروعات هذه وإعطاء المستثمرين أموال يقدروا يفتحوا مشروعات. فضلا عن ذلك كمان الدولة بتوفر مصنع أو بتوفر بيئة لهذا الموضوع كمصنع أو غيره، وبتوفر بنية تحتية سواء بنية تكنولوجية أو بنية صناعية متمثلة الكهرباء وغير ذلك. لأن هنا ده داخل في ضمن إطار الدولة ورؤية الدولة الكاملة على أساس تكون الدولة قايمة على الصناعة وتقدر تكون مكون معرفي تستطيع به أن تحول هيكل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي أو خدمي أو ريعي أو زراعي إلى اقتصاد تخليقي واقتصاد قيمة مضافة. هذه العوامل جميعا بيبقى هنا المجمع الصناعي عبارة عن صناعات متكاملة، يعني صناعة جنب صناعة جنب صناعة بيكون في الآخر منتج منتهي الصلاحية تقدر الدولة في هذه الحالة إما توديه السوق المحلية أو توديه الصادرات توفر به عملة أجنبية. بالتأكيد، شكرا جزيلا ليك دكتور محمد الشواتفي عميد تجارة الزقازيق السابق والخبير الاقتصادي. دلوقتي نتابع مع حضراتكم هذا التقرير من مجلس النواب عن أبرز مشروعات القوانين اللي وافق عليها النهاردة، وبعد كده نروح لفاصل ونبدأ أول مواجهتنا بعد الفاصل، استنونا. بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، أصبح من حق الطفل ذو 16 عاماً قيادة الدراجات الآلية الخفيفة. ووفق هذا التعديل فسيتم إعطاء التراخيص للدراجات الآلية بمختلف أنواعها مع توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفاتها ونظام وشروط منح رخص قيادتها مع تحديد مدة سريان رخصة القيادة. كما تمت الموافقة على مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة الذي يستهدف تعديل يقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبية من رسوم الجمارك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة لتفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر وما يترتب عليها من التزامات خاصة بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل. كما تمت الموافقة على اقتراح بقانون مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة باستحداث منظومة لوضع الإعلانات على المركبات بكافة أنواعها. معظم الدول اللي بنزورها هذا الموضوع منظم جدا وله ضوابط، وشكل الإعلان سواء إعلان شاشة أو ملصق بيبقى موحد على مستوى الإعلان بالكامل، تتولها شركات متخصصة. الحقيقة ده فحوى المادة اللي أنا تقدمت بيها بحيث أن يبقى في شركة مسجلة تبقى معتمدة من وزارة الداخلية، هذه الشركة بيتقدم ليها بفطار التاكس عايز يعمل إعلان على التاكس بتاعه، بيتقدم لهذه الشركة، هذه الشركة بتشوف الإعلان اللي هو عايزه ثم تتولى التنسيق مع وحدة تراخيص المرور اللي في المنطقة بتاعته. يعني بوضوح شديد القانون وجد لينظم الواقع اللي موجود ويحاول انه يتفاعل معه، وبالتالي هذا التعديل هو جاي ليتفاعل مع واقع موجود. الشارع المصري على مدار السنوات الماضيه
شاهدنا حوادث كتيرة جدا على مستوى الجنايات والجنح وغيرها، كانت حوادث لناس صغار بيركبوا عربيات وبيركبوا دراجات وبيسببوا بحوادث قد تصل لموت بعض الضحايا، وبنجد أحكام غير قادرة أو الناس حتى مش قبلها لأنها غير رادعة. وبالتالي المسألة هنا ابتدت أنها تحتاج لتعديل تشريعي، أنه النهاردة أنا في بعض الدراجات البخارية هدي فرصة لأن أنا أنزل بالترخيص لـ 16 سنة لعمر الشخص، وبالتالي ده بيعمل حاجتين، الحاجة الأولانية أنه بينظم الأمر ده، والحاجة الثانية أنه هنا هذا الشخص بيضع تحت طائلة القانون. التحفظ الأولاني كان على فكرة السن، يعني أنا عارفة أنه في معظم دول العالم بيسمح للأطفال من سن 16 سنة وبعض الدول من 15 سنة أنه هم قيادة المركبات الخفيفة اللي هي زي السكوتر والدرجات يعني الموتوسيكلات الصغيرة والحاجات دي برخصة قيادة خاصة، ولكن يعني أنا من وجهة نظري إن إحنا في مصر يعني مش هو دوت اللي إحنا كنا محتاجينه قوي دلوقتي، خصوصا إنه في عدد كبير جدا من السائقين في الشوارع، فإحنا مش محتاجين إن إحنا نزود عدد اللي بيسوقوا وإحنا مش عارفين نضبط الوضع الحالي أساسا. في حقيقة الأمر التعديلات اللي تمت على قانون المرور كانت متعلقة بشكل كبير إنفاذ الاتفاقيات الدولية زي المعاملة بالمثل في مع السيارات المتعلقة بالنقل الأجنبي. إذا حدثت عملية معاملة بالمثل هنكون أمام أن السيارات المصرية التي تقوم دول أخرى بإعفائها على الدولة المصرية أن تقوم بإعفائها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى النزول للحد الأدنى للسن في المركبات الآلية ليكون 16 عاما مكان 18 عام، بالإضافة إلى أن أدينا عدد من الأمور اللي بتسمح بمرونة التراخيص الآليات والمركبات المختلفة للجهة المختصة. كما وافق المجلس نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذا مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. جدول مجلس النواب في جلساته العامة تضمن أيضاً الموافقة على 7 اتفاقيات تسمح بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في عدد من المناطق بالصحراء الشرقية. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنركز على قمة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية وجهود مصر في مواجهة هذه التغيرات في ضوء ما تضمنته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة المنعقدة بمدينة غلاسكو. كمان هنناقش أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر للحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على المناخ. اسمحوا لي في البداية أرحب بضيفي دكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة. أهلا بك يا فندم مشرف. أهلا بيك أستاذ. أهلا وسهلا. قولي الأول دكتور علاء، بتشوف إزاي أهمية انعقاد القمة الآن وأيضا مشاركة مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه؟ طبعا أنا سعيد جدا بمشاركة السيد الرئيس، مش من النهاردة، السيد الرئيس من 2015 هو حريص على حضور جميع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع اجتماعات المؤتمرات الإطارية للمناخ والتنوع البيولوجي كمان، فدي مش اول مره، يعني دي مرات عديده، وانا بقول دايما اول رئيس مصري او اول رئيس منطقه الشرق الاوسط يهتم بنواحي علميه زي التغيرات المناخيه. النهارده كان وجوده كان مهم جدا لانه قال كلمه مركزه، يعني فيها ثلاث محاور اساسيه. اول حاجه هو بدا بكلمه ان الاي بي سي سي او اللجنه الدوليه الحكوميه المسؤوله عن تغيرات المناخ أكدت هذا العام أو في تقريرها هذا العام أن ضرورة خفض درجة حرارة الأرض لدون 1.5 درجة مئوية، ودي أصبحت حتمية، يعني أصبحت ضرورة حتمية لا مجال للتراجع عنها أو تأخيرها. فبدأ بهذه الكلمة وبعدين قال أن مصر النهاردة بدرت بعمل باتخاذ إجراءات جادة لعمل نموذج تنموي مستدام، يعني يكون في قلبه، ودي كلمة بليغة جدا، يكون في قلبه التغيرات المناخية والتكيف المناخي،
في قلب هذا النموذج. وتحدث عن الاقتصاد الاخضر او اتجاهات مصر لعمل المشاريع الخضراء، والمشاريع الخضراء هنا مش معناها زراعه فقط، معناها ان اي مشروع بيتعامل مع عدم انبعاثات الكربون، ما يحصلش انبعاث للكربون او يكون من المشاريع النظيفه للطاقه النظيفه يعني. وثم تحدث عن الدول الناميه وقال ان هو قلق جدا لانه في فجوه بين التمويل وبين الاحتياجات المطلوبه للدول الناميه. دي نقطه مهمه يعني، هو الحقيقه الرئيس فعلا في النقطه دي ركز وقال ان تنفيذ الدول الناميه للالتزامات في مواجهه تغير المناخ مرهون بحجم التمويل اللي بيجي لهم. وده حقيقي. ايه اللي كان بيقصده هنا او ايه الرساله اللي كان بيقصد الرئيس ان هو يوصلها؟ مرهون طبعا، لان النهارده ما فيش دوله ناميه اللي عندها القدره ان هي تواجه التغيرات المناخيه او تحد من اثرها. يعني النهارده لو بنتكلم مثلا على منسوب سطح البحر وارتفاعه، عشان تعملي انت على طول الساحل انشاءات هندسيه يعني اكبر من قدرات دول كتيره جدا يعني، وحتى منها مصر برضو اكبر من قدرتها. وبالتالي بقول مرهون، يعني اذا ما تمش فعلا التمويل مش هتقدر الدول تلتزم. وبالتالي كاننا لم نعمل شيء، ما عملناش شيء. ولكن برضو انا شايف برضو اتكلم عن الدول الافريقيه، يعني الدول الناميه وبعدين إيه الدول الافريقيه. امامه في كلمته ايه تاني يا فندم؟ يعني الحته اللي وقفت دول نتحدث عن افريقيا، برضو قال افريقيا يجب زياده الدعم ليها عن ما هو، لان قال افريقيا من اكثر المناطق المتضرره على مستوى العالم بجانب الفقر اللي فيها يعني. لكن النهارده عندنا دول زي جنوب شرق اسيا، هي منتجه للغازات الدفيئه بشكل كبير، ولكنها غنيه يعني تقدر ايه تقاوم وتقدر تواجه تحديات التغيرات المناخيه. اما افريقيا لا ما تقدرش. وبالتالي هو ركز على افريقيا، وركز عليها برضو لانه قائد افريقيا، يعني قائد افريقيا يعني كان في القريب قريب قوي يعني، كان رئيس الاتحاد الافريقي، والى الان هو دايما يتحدث باسم الاتحاد الافريقي وباسم افريقيا، وده شيء عظيم جدا من رئيس دولة زي الرئيس السيسي. هو كمان الرئيس الحقيقة ركز على مصر ودور مصر في مواجهة والتعامل مع التغيرات المناخية وركائزه تجاه قضايا هذه التغيرات، باعتبار مصر بتمثل القارة الإفريقية طبعا، وكمان بصدد استضافة القمة القادمة في العام المقبل. قولي بتشوف ازاي الاهتمام المصري وتعاملها مع القضية دي دكتور علاء؟ مصر هي نموذج معتز بيه على فكرة، يعني في حاجات كتيرة جدا يعني. لو اتكلمنا حتى على مستوى الطاقة النظيفة، مصر النهارده بتستخدم الطاقه النظيفه، والسيد الرئيس قال ان هي تمثل حوالي 20% النهارده، ولكنها تنتج يعني محطه بنبان وجبل الزيت بتاعت توليد الطاقه الكهربائيه من الرياح، ومحطه بنبان من الطاقه الشمسيه في اسوان، ينتجوا حوالي 90% من السد العالي، يعني طاقه كميه عاليه جدا يعني. ومع ذلك هو قال احنا 20% ونهدف ان احنا نصل الى 42%. معنى نقول 42 يعني احسبها بدقه شديده جدا. وبعدين دايما السيد الرئيس لازم يحط ارقام تواريخ ويلتزم بيها، بالعكس بيخلص قبل المده. يعني هم قال في 25 احنا عايزين نصل بالاقتصاد الاخضر الى 50%، ثم 30 نصل الى 100%. انا متاكد انه هيعمل كده، ويمكن قبل 30، لانه دايما بيحط خطه بيلتزم بيها وبيلزم الناس اللي عاملين معاه بيها. وبرضه قال ان مصر عملت استراتيجيه وطنيه للتغيرات المناخيه، ده شيء عظيم جدا. ما هو لازم اي عمل يكون في اطار مؤسسي، فده الاطار المؤسسي اللي هو عمله او سيادته اتكلم عنه النهارده يعني. فبصراحه كلمه موفقه جدا، كانت موجزه ولكنها كانت يعني في صميم الموضوع. صحيح. دلاله واهميه استضافه مصر لقمه المناخ 2022 العام المقبل يعني؟ دلاله طبعا، يعني ده بيوريكي دور مصر كبير ازاي. يعني مصر النهارده السنه من حوالي سنه او اقل من سنه طلبت ان مصر تستضيف الكوب 27 هنا في شرم الشيخ. الرئيس او جو بايدن نائب الرئيس الامريكي هو المسؤول عن التغيرات المناخيه في امريكا، وافق مباشره وهنأ مصر، وبرضه جونسون هنأ مصر، والدول كلها تتمنى على فكره ان يجوا حتى في شرم الشيخ عشان يشوفوا شرم الشيخ فيها ايه، وازاي بتتعامل مع وازاي مناخ شرم الشيخ، وازاي التعامل في التغيرات المناخية بشكل متحضر جدا يعني. ممتاز. طيب خلينا نروح لخطة مصر كمان للتعامل مع التغيرات المناخية، أهم اللي بتركز عليه هذه الخطة لو ممكن أتوقف أمامه دكتور علاء. هو خطة يعني كبير يعني مش قليلة. قلت في مجال حتى مجال النقل العام، يعني لو كنا عن النقل العام النهاردة اتجاه الدولة إلى إنتاج السيارات الكهربائية، اتجاه الدولة إلى استخدام المترو زي ما السيد الرئيس قال النهاردة، المترو السكة الحديد، وبالتالي بيقلل من الانبعاثات الكربونيه الموجوده في طبعا مصر على مستوى الطاقه النهارده زي ما قلت لحضرتك محطه بنبان في اسوان،
ومحطة برضو مزارع الرياح بتاعت البحر الأحمر وفي الغردقة، والمناطق دي كلها بتديني نموذج اللي مصر ماشية في الطريق الصحيح يعني. وأستاذ الرئيس قال أنا هوصل إن شاء الله 42% من الطاقة النظيفة. غير كده إن إحنا عندنا ده، إحنا شيء كان غريب جدا إن مصر النهاردة بتعمل غابات يعني. يعني النهاردة في دول في أمريكا الجنوبية وأفريقيا بتزيل الغابات، يعني كليرنج الفورست، بتشيلها. إحنا النهاردة بنزرع غابات بالرغم ما عندناش مية أو ميتنا قليلة، فإحنا بنعمل نموذج للعالم يحتذى به، مصر ماشية على الطريق السليم في مجابهة التغيرات المناخية. طيب يعني من ضمن خطة مصر طبعا السندات الخضراء، معايير الاستدامة البيئية، وضع هذه المعايير، اشرح لنا أكتر يعني إيه السندات الخضراء ومعايير الاستدامة البيئية. والله السندات الخضراء دي بتطرح عشان تمول مشروعات، المشروعات الخضراء. هي المشروعات الخضراء مش معناها زراعة بس، ممكن نزرع جزء منها صديقة للبيئة يعني؟ أي صديقة للبيئة، أي مشروع صديق للبيئة، غير مضر بالبيئة، غير مضر بالبيئة، وأي مشروع زيرو كربون يعني ما بيطلعش كربون. فدي كلها يعتبر المشروعات الخضراء، حتى في النقل والمواصلات، في إنتاج الكهرباء، في أي شيء، كل دي مشروعات خضراء، ومصر ماشية في هذا الاتجاه بشكل جيد جدا. بتشوف إزاي أيضا توجه مصر نحو استخدام الهيدروجين الأخضر، لأن ده من ضمن خطة مصر يعني في الفترة المقبلة، فكرة استخدام الهيدروجين الأخضر وفكرة أنه ده بيحد يعني، أو من ضمن الأهداف اللي بتحد، أو الوسائل اللي بتحد من الكربون أو انبعاثات الكربون؟ طبعا دي خطوة جميلة جدا، وإن شاء الله ياريت يعني نصل لهذا الموضوع، لان الهيدروجين الاخضر هو بديل الوقود. طبعا هو طبعا هو بديل الوقود، حتى كانوا بيفكروا فيه في الاقمار الصناعيه يعني، ان هو يبقى وقود الاقمار الصناعيه يعني بدل الهيدرازين يعني. فطبعا معنى كده ان مصر يعني محتاجين ايه عشان يعني ايه المتطلبات للتحول للهيدروجين الاخضر كبديل الوقود؟ والله المتطلبات هو البنيه التحتيه يعني، احنا نعمل البنيه التحتيه بتاعتها يعني. فاعتقد ان احنا جادين جدا في هذا الموضوع، وزي ما قلت لحضرتك الموضوع السندات الخضراء ممكن يمول مثل هذه المشاريع بحيث نعمل البنيه التحتيه بتاعتها، وبالتالي نقدر نكون قادرين على الانتاج. ومش الهيدروجين الاخضر بس، اي طاقه نقدر ننتجها بهذا الشكل. طيب دكتور يورجن فوجال، نائب رئيس مجموعه البنك الدولي للتنميه المستدامه، اشاد قبل كده يعني في وقت سابق بجهود مصر نحو قضيه التغيرات المناخيه، وفكره ان مصر استطاعت ان هي تحول هذه القضيه من قضيه بتهم سواء كان المجتمع أو يعني بيئة الأعمال الخاصة أو مجتمع الأعمال الخاص وأيضا الحكومة، لا مصر قدرت أن هي تحولها كمان لقضية مجتمع بتهم المواطنين، والمواطنين ليهم دور فيها. إزاي نوعي المواطنين فعلا لأهمية هذه القضية، وأن الدور ما هوش فقط بيقع على القطاع الخاص وعلى الحكومة، لكن إحنا كمان كمواطنين علينا دور كبير؟ طبعا المواطن عليه دور كبير أوي في هذا الموضوع. التحول إلى الطاقة النظيفة أساسا، فده شيء مطلوب حتى للمواطن يكون مقانع بيه يعني. النهاردة بنيجي نقول له السيارة الكهربية هتحل لي مشكلة الانبعاثات الكربونية من الوقود، وهو يتقبل هذا الموضوع حتى لو كانت أغلى شوية، أعتقد هيبقى دور المواطن. لا، المواطن المصري واعي جدا، وأعتقد أنه هو هيتقبل أي تدابير في هذا الموضوع بشكل جيد. إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم وتكنولوجيا الفضاء التابع للأمم المتحدة، شرفتنا يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا ليك. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل هيكون معنا دكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي بيتجدد لقائنا مع دكتور سامي عبد العزيز استاذ الاعلام بجامعه القاهره، ونستعرض ونحلل معاه القضايا محل الاهتمام في الاعلام الدولي والاقليمي والمحلي، ومنها بالتاكيد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء حاله الطوارئ واقامه مراكز الاصلاح كمان والتاهيل للخارجين عن القانون كاستمرار لاستراتيجيه الدوله لحقوق الانسان. لكن طبعا نرحب بحضرتك في الاول يا دكتور، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا. كلنا في مصر الطبيعيه. صحيح. مصر بالتاكيد الطبيعية. يعني الحقيقة كانت أخبار سعيدة بالنسبة لنا كلنا، الأخبار الخاصة بوقف أو إلغاء تمديد حالة الطوارئ، وبالتأكيد هنتكلم في ده وإزاي ده كان مردوده كمان كبير ومهم على الإعلام دولي إقليمي محلي. بس الأول قول لنا فعلا إيه الأهم القضايا اللي تناولها الثلاث أنواع من الإعلام اللي احنا بنتكلم عنها؟ شوفي، ثلاث أحداث كبرى فرضوا نفسهم على الساحة. طبعا كان أعلاهم وبدرجة وصلت إلى ما يقرب من 60% هو قرار سيادة الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ في مصر. ثم جاء في المركز الثاني
مراكز الإصلاح والتطوير اللي حصلت في السجون المصرية. ثم كان طبيعي برضو أنه يجي في العنصر الثالث تطورات الأحداث في السودان الشقيقة. إنما الحقيقة الطغيان الأكبر وده اللي أسعدني هو طغيان إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الإعلام الدولي والإقليمي. وهنا أنت عارفة أنا وأنت دايما في حوارنا بنحاول نبسط الأشياء. أقول لك ببساطة لأنه طبعا الإعلام الدولي اهتم جدا بإلغاء حالة الطوارئ. يعني أنا عايز أقول هبدأ لك حتى بما يؤكد هذا الكلام أوزان المواقع كويس. والقنوات. لما أكلمك على نيويورك تايمز، لما أكلمك على البي بي سي الدولية والبي بي سي العربية، لما أكلمك على السي إن إن الدولية والسي إن إن اللي بالعربي، لما أكلمك على دوتش فيلا الألمانية، لما أكلمك على سكاي نيوز العربية، لما أكلمك على جريدة الشرق الأوسط، لما أكلمك على جريدة العين الإماراتية. أنا هنا زي ما تاخد بالك دولي وإقليمي دولي إقليمي. طيب إيه الدلالة الكبيرة؟ لما قلت لك فعلا دلالة الاهتمام ده بهذا الشأن المصري الخالص بالبساطة اللي تعودنا عليها. لو مسكتها أول بعض هما تناولوه بعض الدلالة أن مصر أصبحت واحد أمان. يعني إيه؟ بص يا سيرتي، معناها لو أنا سايح معناها رحلتي، بصي رحلتي فسحتي سهرتي في أمان. لما أكلمك على مستثمر معناه بيقول ودعتي بزنسي مصنعي في أمان. يبقى معناها إيه؟ سياحة. معناها أن الأمن ركيزة أساسية لأي تنشيط سياحي ومن ثم للنشاط الاقتصادي. يبقى أنت هنا تكلمتي على قانون أزال كل المخاوف حتى وإن لم تكن مطبقة على أرض الواقع. عارفة أحيانا سرهم الناس قد تخاف من الشبح رغم أنها لا تراه. فهذا القرار التاريخي أزال آخر ما تسميه فوبيا أو آخر ما تسميه شبح أو ظلال الشعور بالاستثناء. بمعنى أنت عارفة لو أنا هرصد لك القانون إلغاء حالة الطوارئ القانون استثناء يترجم أسقط وجود القانون استثناء الطبيعي أنه ما يبقى أيوة شمع. أسقط 10 قوانين استثنائية غصب عني كبتاع إعلام. أقول لك في مقدمتهم حرية التعبير والتعبير طبعا. دي في رأيي بأمانة شديدة في رأيي ده واحد من حجر الزاوية الأساسية. أدي واحد. خدي بالك بقى من حاجة، كل قرار يا أستاذ ريهام وأرجو أن احنا ناخد بالنا من حاجة، ما بقاش قرار عشوائي ولا قرار فجائي ولا شو ولا لقطة. إنما معناها إيه يا فندم؟ معناها إن كل قرار بيتاخد بيبقى سبقته مقدمات ومدخلات تؤكد أن هذا التوقيت يأتي في صالح هذا القانون. وخدي بالك عنصر التوقيت في التسويق السياسي والإعلامي عنصر في غاية الأهمية. أدي واحد. اتنين، هو لو تاخدي بالك مش في 16 سبتمبر أعلنت وثيقة حقوق الإنسان؟ طيب وثيقة حقوق الإنسان ولو تفتكري في حوارنا مع بعض قلتلك بتبقى عايزة ضمانات وعايزة ممارسة على أرض الواقع أو ما نسميه مانيوال دليل عمل. لما يطلع القرار بتاع إلغاء حالة الطوارئ في هذا التوقيت معناها إيه؟ الإنجليزي يسموه إيه من باب المنظرة؟ Let us walk the talk. اللي نقوله نعمله. وبالتالي ما كانش مجرد إعلان وهمي ولا إعلان رسمي سوزريهام إنك تقولي بقى عندي وثيقة حقوق إيه؟ الإنسان. إنما ها هي تنفذ على أرض الإيه؟ على أرض الواقع. السؤال اللي عادة نحب نسأله في الأمور اللي زي دي، ده هيعود بقى على المواطن بإيه؟ يعني إحنا شفنا إن هو له تأثير اقتصادي وتأثير على حركة السياحة وتأثير على الواقع الأمني في مصر وعلى الإعلام، يعني تأثيرات كبيرة فعلا. قولا المواطن واحدة بقى بالترتيب يا أستاذ ريهام، دايما أقول لك الأمان النفسي، الأمان النفسي والشعور بالتنفيس والحرية بيخلي معنويات البشر بتعلى. وقلتها لك قبل كده، والله ما في شعب بينتج ولا بيبقى عنده تفاؤل لقدام إلا إذا شعر بالأمان الإيه؟ النفسي. لما أنا أشعر بالأمان
أشعر بالاستقرار. معناها إيه؟ ها؟ استقرار يعني استثمار، استقرار يعني معناها أقول إيه؟ يعني معناها إنك، أقول لك هو الترجمة اللي حصلت بشكل مباشر، هو لما زادت الإقبال على نسبة السندات الدولارية لمصر، معناها يا فندم بتقوي قوتك الاقتصادية، معناها تقدري تمولي مشروعاتك القومية الإيه؟ الكبرى. هي المشروعات القومية الكبرى في الآخر عوائدها لمين؟ عوائدها على المواطن طبعا. وبالتالي صدقيني الغاية من كل قرار سياسي بيتاخد الآن مرة أخرى له قرار لقطة ولا قرار شو سياسي، بقدر ما هو قرار له تطبيقاته على أرض الإيه؟ على أرض الواقع. كويس، علشان وقتنا عايز أتكلم برضو عن اهتمام وسائل الإعلام الدولية والإقليمية وبالتأكيد طبعا بطبيعة الحال المحلية على التجديد اللي حاصل ومركز التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية وفي السجون المصرية. ترجمة فورية وعملية أيضا لاتساع دائرة حقوق الإنسان. يكفي أن يعاقب المسجون عقاب قانوني طبقا لنوع الجرم اللي ارتكبه، لكن هل يا ترى مش من حق هذا السجين فقط أن يعاقب قانونا، لكن من حقه أن يحيا حياة كريمة أكيد. تتوافر له مقومات الإنسانية داخل محبسه. ثم خلي بالك بقى من الحتة المهمة دي، فكرة التأهيل، سيبك من فكرة عايز أقول الرعاية الصحية والرعاية الطبية، ده مود، لكن الأهم من ده كله إيه؟ اللي دخل ده وفقد أو ما كانش عنده مهنة وأهل لمهنة، معناها ستك عملتي إيه؟ حينما يخرج سوف يكون عنصر منتج وعنصر لديه مهنة، واللي في إيده مهنة عمره ما يعيش في محنة. يكفي محنة السجن، يكفي محنة الحبس، لكن لما يخرج يبقى عنده مصدر رزق لحياته ولأولاده. ومن ثم أنا بقولها بصي هناك تكامل، عايز أقولك في القرارات التي تؤخذ الآن على مستوى الدولة. عارفة ده معنى إيه؟ دولة تدرس، دولة تحسب، دولة تخطط، ثم تتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. بتشوف ازاي إشادة الإعلام الإقليمي والغربي بالخطوة دي يا دكتور سيد؟ يا سيدتي الفاضلة بحكم زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ضيق الوقت، لما تكتشفي إنه مراكز صحفية ومؤسسات دولية يا فندم هي اللي تتناول هذا الكلام، معناها إيه؟ بصي أنا هنقل لك حرفيا حاجة كده. كويس. حاجة كده بيقولوا النهاردة، أنا هتكلم في القصة بتاعتي، تخيلي بصي كده لما السي إن إن تقول مصر تستبدل السجون بمراكز إصلاح وتأهيل ذكية، معناها إيه يا فندم؟ أدي واحد، مراكز وتأهيل تؤدي إلى غلق 25% من السجون، يعني معناها إنك بتقلصي مباني كانت مخصصة للسجون وتحولت إلى إيه؟ إلى بيئة صالحة، بيئة تربوية، بيئة أخلاقية، بيئة أقول إيه؟ نفسية، لأنك بتخرجي واحد اتحبس لكن خرج مش حاقد على المجتمع. خدي بالك من دي. طيب لما تتكلمي على سكاي نيوز وتقول لك مجمع السجون الجديد في مصر يتشابه مع أطرزة أو طرازات السجون الأمريكية والعالمية، معناها إيه؟ إنك بتستفيدي من تجارب العالم. طيب السؤال، لما تقولي لي إيه دلالة اهتمام الإعلام الدولي وأنت ليه سامي مركز عليه؟ صحيح. أقولك السبب أستاذة ريهام، هذه المواقع والمؤسسات والقنوات العالمية هي اللي بتنقل للرأي العام في هذه المجتمعات ما يحدث فين؟ في هذا البلد. طب سؤال، هو صانع القرار السياسي في أوروبا وأمريكا لما بيتخذ قراره في تعامله مع مصر بيستند فيه إلى إيه؟ إلى مدى قناعة رأيه العام الداخلي بأن البلد دي تستحق إيه؟ التعاون، التحالف، التشارك. ترجمتها الفعلية إيه؟ هاتيلي مؤتمر دولي الآن لا تدعى إليه طبعا. مصر ويشارك فيه رئيس الدولة بحضور مادي. صحيح. ثم مرة أخرى قلتلك الزيارات الميدانية والحضور المادي في المؤتمرات بيعمل إيه؟
بيفتح ملفات قد تعلن عن ثمارها فيما بعد، مش وقتها الحالي. أكيد بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، شرفتنا وأشوفك إن شاء الله في مواجهة جديدة بإذن الله عز وجل. شكرا ليك وبشكر حضراتكم، أشوفكم بكرة في المواجهة إن شاء الله، استنونا.